صلاح، هذا يقرأ بأنها رسالة تحذيرية من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. واضح جدا من هي الدولة الثالثة المقصودة بتصريحات لافروف، دون شك هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي صرح رئيسها جو بايدن في الآونة الأخيرة بأنه بصدد تزويد الجانب الأوكراني بمنظومة صواريخ حديثة تسمح للقوات الأوكرانية بالدفاع على الأراضي الأوكرانية بحسب الرواية الأمريكية، وبحسب أيضا بعض التصريحات التي صدرت من سلطات كييف. سيرجي لافروف وصف هذه الخطوة بأنها يمكن لها أن تجر دولة ثالثة في الصراع في أوكرانيا. وهنا نستذكر تصريح مهم جدا سابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حذر في بداية هذه العملية العسكرية أي طرف ثالث يريد التدخل بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر في الأزمة الأوكرانية والتأثير على مسار العملية العسكرية. توعد بوتين بأن رد روسيا سيكون سريعا وسيكون قاسيا وسيسجله التاريخ بحسب تلك العبارات التي اختارها بوتين في الكثير من المرات. واضح جدا بأن الكرملين مستاء من الخطوة الأمريكية الجديدة، وصفها بأنها محاولة جديدة من البيت الأبيض لصب الزيت على النار في الأزمة الأوكرانية. الخارجية الروسية قالت بأن الخطوة الأمريكية المتمثلة في إمداد الجانب الأوكراني بأسلحة متطورة بمنظومة صواريخ متطورة تعكس النية الحقيقية للبيت الأبيض، الذي يريد إطالة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويريد خسارة الجيش الروسي. موسكو بشكل عام انتقدت السياسة الأمريكية في الأزمة الأوكرانية، قالت بأن البيت الأبيض لا يريد الوصول إلى حل دبلوماسي بين موسكو وكييف، ولهذا يقوم بإمداد الجيش الأوكراني بأسلحة حديثة ومتطورة. ماذا بشأن تطورات العملية العسكرية؟ كما علمنا بأن الجيش الروسي يسيطر على 80% من سيفيريو دونيتسك. صحيح، المعارك محتدمة في إقليم دونباس بالضبط في مدينة سيفرودونيتسك. الكثير من التصريحات التي سمعناها تؤكد بأن الجيش الروسي بات يسيطر على ثلثي المدينة، لكن حتى الساعة يبدو بأن هناك مقاومة كبيرة من القوات الأوكرانية حالت دون سيطرة الجيش الروسي والقوات التابعة للانفصاليين في جمهورية دونيتسك ولوغانسك على مدينة سيفرودونيتسك. لكن العملية العسكرية الروسية مستمرة. البيانات الجديدة التي كشفها المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كالاشينكوف كشف من خلالها بأن القوات الروسية تمكنت خلال 24 ساعة الماضية من استهداف أكثر من 500 منشأة عسكرية للقوات الأوكرانية وتدمير حوالي 21 مركزا للقيادة الأوكرانية. الدفاع الروسية قالت بأن الجيش الروسي أطلق صواريخ عالية الدقة أو صواريخ كاليبر من البحر الأسود، استهدف من خلالها مراكز لتدريب المرتزقة دخلوا الأراضي الأوكرانية في وقت قصير. الدفاع الروسي لم تكشف الأرقام، لكنها قالت بأنها قامت بتصفية المئات من المقاتلين المرتزقة الليلة الماضية، وكذلك قامت بتحييد حوالي 240 مقاتلا أوكرانيا، مما يصفهم الكرملين طبعا بالجماعات النازية والكتائب المتطرفة. تحدثت الدفاع الروسية بأن مضادات الدفاع الجوي استطاعت إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سو 25 بالقرب من مقاطعة نيكولايف، وكذلك إسقاط 7 طائرات مسيرة واعتراض صواريخ من طراز سميرتش وتوتشكا أطلقتها القوات الأوكرانية في محيط مقاطعة خيرسون ومدينة خاركوف.